الفاتحة عبر التاريخ. الديربي الذي شهد الكثير من النجوم والأسمار ويفتح سام داوود الهدار. وقف المدرج، اوه يريد التعادل من هذا المكان والعوده بنقطه اليوم بالنسبه للنادي الاهلي. كره ثابته لعمر، عمر السومب امام كره ثابته اهلاويه في مكان خطير ومحاوله لمصلحه النادي الاهلي، وبالتاكيد انه عمر عنده القدره الكافيه على استغلالها وعنده الامكانيه على تحويلها الى المرمى وعندها الفرصة لتسجيل التعادل ولتسجيل الثنائية في مباراة اليوم، ولينقاذ الأهلي بالخسارة. سوما يلعب كرة، يا إلهي، جميلة من السوما ولكنها ضاعت، تصدى لها عارضة الفريق الإيراني. الكرة كانت قريبة من الثاني قدم اليمنى للسوما وكأنها كادت أن تكسر عارضة المرمى الإيرانية. شوف اللقطة القذيفة من جانب عمر، لكن ضاعت فرصة أخرى. عمر كان ينتظر شوية مساندة. مرمى مفتران برونو، وهنا دخول من جانبي وعمر، أوه 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 من العارضة، أوه من العارضة. السومة يسدد بقوة، بقوة كبيرة جدا. الله على عمر السومة، الله على عمر السومة. لافة قوية وصعبة ورايحة للمرمى، لكن العارضة تتدخل. يلعب لفدفة لعمر، بيحاول عمر، عايز يعدي عمر مع الكرة، عمر يسدد حلوة في القائم. مهند مهند مهند، السومة بيقسم ومهند في الوقت الحالي 2-2. ادي السومة، السومة ظهر، السومة ظهر وظهر مع الاهلي، ومهند عسيري يقولكم مباراة برتم سريع، مباراة نهائية فيها محاولة فيها ضغط. اوه هذه كيف، هذه كيف، حد يفهمني، هذه ما اخذناها في المدرسة، ما اخذناها في المدرسة. الله على لقطة، الله على الكرة. لا 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 لا، عمر اللي قاعد يسويه ما شاء الله، لقطات لقطات انستغراميه. لقب السومه ينتظر، السومه جول. يا على كرة السومه لو عانق الجوهر المشاع على طريقة كريستيانو رونالدو. هذا الوقوف يصاوب السومه، السومه يكسر القائم، يكسر العارضة. شنو هذا؟ ما هذا يا سومة؟ ما الذي تفعله يا سومة؟ النووي، النووي السوري، النووي عمر السومة. لولا خالد عيسى لكانت في الشباك في الزاوية 90 جماله، لكن خالد عيسى